تجرب لاعبين حتى تكتشف لاعب ممكن ان يعوض غياب شيركو وانتم بدأت تعطون فرصه لاحد وتقول لي ماكو بدل شيركو. هذا مو محلل قاعد ورا مثل ما تفضلت حضرتك كنت تفلسف. هذا واقع انت فرصه تعطي فرصه مباراه وديه اوغنده اعطيت فرصه لعبت شوط لعبت تقريبا نص ساعه نص ساعه كافيه لاعب هاي وجهه نظر انا مدرب عندي لاعب اساسي وعندي لاعب خاطئ عندي لاعب بديل مو انت اللي تقرر انا لاعب هذا اساسي مو اساسي لا مو وجهه نظرك خاطئ لا مو صحيح تريد تقيم لاعب انطيه فرصه مساحه اكبر من تدخل بجانب التدريب اناقشك اي مو هي هاي التدريب بس 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 هي هاي يقول لك تعال درب تعال درب وصير على ارض الواقع بس تخلصوا من عندها لا مو تخلصوا ترى تنظير اساس العمل يعني انت ذاك اليوم انت تفلسفون اوكي لا لا هو رب الفلسفه اوكي هاي هاي واحده من عند الفلسفات انت تحكي لي بمنطق تقول لي سامح ما جاهز شغله بالواقع كابتن مو شغلك انت هذا مو شغلك لا لا كابتن شغلك الاختيار الاختيار مو شغلك شغلهم لا تنفرد بقرارك بعدها انت تتحمل مسؤوليه كابتن شغلهم ليش وشغلنا لان هذا منتخبنا كله مو انت اللي تقرر يريد هو ينفرد بقراره وخلاص يا اخي مو انت اللي تقرر انا حاسبك مع مو انت اللي تقيم قرارك خطا مو انت اللي تقيم انا اللي اقيم يعني انت ما توفقت في مباراه لبنان من تدرب من تدرب ثلاث لعبات تقيم ايش وقت ما كابتن احمد التدريب ترى باشر اقدر ادرب دوح درب والله باشر اقدر ادرب بس اللي عندها ماكو ليش انت المدرب شلون بده يعمل بالعلاقات ده ينطي فلوس ده يعمل مع كل احترامي للناس الاكفاء والله العظيم انا اقول انا مو مشكله التدريب يعني هذا الموضوع المدرب يدفعون فلوس يدربون والله ثلاث ارباع المدربين يعملون الان سمسره وعلاقات الله وكيلك عفنا من هذا الموضوع بس خلي في بالك المنتخب مو ملك احد لا ملكك ولا ملك بيتروفيتش ما دخلت على المنتخب انا احنا هم عندنا راي ولازم تسمعوه من عندنا لا ما نسمع لان احنا اللي بدنا نحكيه هو الصح لا مو صح لان نفس التخبطات انت اللي اضفت قائمه 30 لاعب رحتوا وبقيتوا تجيبون هذا وتودون هذا